بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي هي رقم 21 اللي هي الفيزابيليتي، اللي هي بها جزئين فيزابل وهيدن. هاي شو تسوي؟ كل ما هنالك تخفي فد شيء او تخليه مري. ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ تو كلاس، هذا الكلاس الاول وهذا الكلاس الثاني، كل واحد منهم بفد كتاب معين. طيب لو نشوف السي اس اس منطي مواصفات لهذا الدب، هذا الدب منطي مواصفات، شو يكون هاي المواصفات العادية؟ لو رفعنا هذه سويناها كاتس وسوينا السيف وهنا ريلود، راح تطلع بهذا الشكل. بس مين يسوي لها فلوت؟ مين يسوي لها فلوت هنا؟ ايش راح يصير؟ راح تصير وحدة بصف الأخ، صار أن وحدة بصف الأخ، صار أن وحدة بصف الأخ. هسه احنا نريد ندخل الفيزيبيليتي، خلينا نشوف، نسوي كاتل هاي، دخلت الفيزيبيليتي. خلينا نشيل هاي الديسبلاي، ديسبلاي احنا اخذناها سابقا. فيزيبيليتي اذا كان فيزيبل ايش راح يصير؟ فيزيبل المن، هالفيزيبلتي المن راح تصير، راح تصير الهاي. خلينا نشوف كل شيء ما اثر، ليش فيزيبل؟ خلينا نسويها هيدن هاي، هيدن ياهو منو اللي راح يصير هيدن؟ ابو الفيزيبل راح يصير هيدن، ابو الفيزيبل ياهو. بس نشوفه هذا هيدن، من هو الفيزيبل؟ نسوي سيف، وين الفيزيبل؟ الفيزيبل هو اثنين، هذا الفيزيبل احنا نقول له يريد يسوي لنا هيدن وهذا بقي. خلينا نشوف نسوي، اذا هذا راح الغى الفيزيبل وبقى النورمال. لكن مكانه بالورد فلو بقى محجوز، مكانه بالورد فلو بقى محجوز. طيب لو رجعنا وخلينا هي هاي، خلينا اي هاي هسه كملنا شرح احنا، بس اريد نشوف تاثير الديسبلاي، تاثير الديسبلاي. راح نسوي سيف، نسوي شنو؟ ريلود. هنا شو الفرق؟ هنا ايضا زالها، بس ايش سوى هنا؟ رجع هاي مكانها، يعني معناتها شنو؟ يعني معناتها مكانها مال فيزبل ما محجوز. نشوف هاي، اعتقد هنا أنا واضحه، هنا كاتب هيدن وفيزبل، خلينا نشيل الفيزبل، الفيزبل ماكو، ونشوف ما تغير شيء، خلينا نشيل هاي، إذا طلعوا اثنينهم، ماشي، خلينا نسوي هاي وهنا نسوي فيزبل، خلينا نكتب فيزبل، فيزبل، ايش راح يصير؟ طلعوا اثنينهم، هكذا وهاي الألوان ما أخذها، لهنا نكتفي بهذا القدر من المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.